مختلفة شوية عن اللي فات. جايبة لكم بازل وانتوا شفتوا بتتركب ازاي، وطبعا دي حاجة بتعمل زي ستريس ريليف وبتخلي الواحد في مود حلو، لو متضايق متعصب بتفصله عن الدنيا مع ميوزك حلوة، وفي نفس الوقت at the end of the day بتلاقي اللي انت عندك برواز جميل زي اللي البيت. لو عجبتكم بليز سبسكرايب وما تنسوش تدوسوا لايك ورينج ذا بيل عشان يجيلكم كل جديد وتتفرجوا علينا على طول. شكرا، باي.